عسلامة الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم مش نحكي لكم على كتاب سبيسيال شوية اسمه لا بيرما تيرابي. بيرما تيرابي كيما بيرما كولتور، ممكن راكم تسمعوا ديجا بالكونسيبت متاع بيرما كولتور، اللي هي طريقة تاع زراعة، هي كيما نقولوا عكس الطريقة الصناعية، معناها عكس لاغريكولتور اندوستريال اللي هي الهدف متاعها نخرجوا أكثر رونتابيليتي من الأرض. بيرماكولتور اللي هي ولات تندونس كبيرة توا صافي كيلكو زاني في العالم أجمع. بيرماكولتور بازي تبدا على لي ميثود ناتشوغيل، لي سافوار فير، تقول انت الحاجات المعلومات ولا المعارف، لي كونيسونس اللي موجودين عند الفلاحة في أنحاء العالم حسب أنواع الزراعات بالطبيعة وحسب الثقافات، باش ما تكونش الغونتابيليتي اونيكومون ديريجي فيغ لوم، معناها الأرض ما يلزمهاش تتعب، خاطر كيف الأرض تتعب نولي وقتها عندنا مشكله كبيره، ما عادش نجمو نزرعو، ما عادش نجمو نعملو حتى شيء من غير لي بيستيسيد ولي زانغري شيميك، معناتها الاضافات الصناعيه. يقول قايل ايه مش مشكل، معناتها ابخي تو الناس الكل تعمل هكا. لا لا، رد بالك، مشكل جوستومون توا في اغلبيه العالم، معناتها لاغريكولتور اللي بازي سور سا، لاغريكولتور اندوستريال، معناتها تلقى ارض كبيره اكتارات قمح ولا ما نعرفش انا، غروند كولتور تتسمى، متاع حاجه واحده تسمى مونو كولتور، معناها حاجه واحده مزرعه منها برشا، نحطوا برشا سماد صناعي زاد شيميك، ونحطوا زاد برشا بيستيسيد صناعي شيميك، اللي هو تقول انت مش معناتها يخلي الارض تعطينا روندمون اكثر، ويقتلك الحشرات والكائنات الحيه اللي موجوده في الارض باش ما تقلقش النباتات. يقول قايل حاجه باهيه، لا مش فورسيمون حاجه باهيه، تو هذا جوست في الانترودكسيون اما باش نفهموا الكتاب هذا اللي هو يحكي على حاجه اون ميثود دو سانتي ناتوريل فينالمون، معناها فهمت لا بيرما ثيرابي، اما هي انسبيري من البيرما كولتور. اللي البيرما كولتور معناها تو كيما قلت لكم ولات توندونس في العالم الكل، انسبيري ولا بازي سور لانتيليجونس دو لا ناتور، معناها فما حاجات معينه يعملوهم الفلاحه باش الحشرات ما يجيوش ياكلوا لهم الثمار والا الحاجات اللي يزرعوا فيها. معناها مثلا فما حاجات يزرعوهم دي بلونت يزرعوهم، تو انا بالطبيعه مانيش مختصه في الموضوع، يقول قايل انا تو منين جي، انا مش مختصه ايفيدامون، انا والله امنيتي، معناها نهار اخر هكا نعمل شويه فلاحه امنيتي فهمت، لكن انا نبحث على المعلومه وين نلقى المعلومات هذوما نقرا عليهم بصراحه، خاطر سي تري انتريسون، خاطر الماكله اللي ناكلوا فيها باين الناس الكل تعرفوا فيها برشا دي بيستيسيد، لي بيستيسيد هذو ما مش يقولوا لك لي زورغانيزم اوفيسيال سوا ديزون، يقول لك ايه والله مش مشكل فما دي تراس دو بيستيسيد، ما يعني مش برشا ما يقلقش. اي بون نو، في الحقيقه كي تجي تشوف سي فري هما سو فورم دو تراس، معناتها تقول انت الكميه مش كبيره ياسر، لكن حتى الكميه الصغيره هذيك il s'avère que تأثر بقوة على النظام الهرمونات اللي في بدننا، ليكيليبر اندوكرينيان، وذا راهو تو موضوع قديم ماهوش موضوع جديد، راهو معناتها كان تحب تعرف اكثر معلومات ادخل مثلا جوجل ولا يوتيوب واكتب سايلنت سبرينغ، هذا يمكن من اول الكتب اللي تكتب في الموضوع هذايا، وخلى الناس تفهم كونه لي بيستيسيد راهو عندهم مدار. سايلنت سبرينغ والا الربيع الصامت بالعربيه، يعني هو كتاب كتبته باحثة وقتها في الوقت ذاك في الستينات، يظهر لي في الستينات الخمسينات الستينات، تحكي كيفاش الربيع أصبح صامتا، ما فماش عصافر في البلاصة اللي هي تعيش فيها، وبدأت تعمل تحاليل وأبحاث وكل القات اللي هذي الكل في جرة الكميات الكبيرة من لي بيستيسيد شيميك هذوما معناتها مضادات مضادات الحشرات وكل الشيميك اللي قاعدين يتحطوا في الأرض. وبشوي بشوي معناتها ابارتيغ دو سو ليفغ ولات الناس تبحث، ولات المعلومات موجوده، ولات الناس تعرف كونه معناتها بدا الموفمون ايكولوجيست، تقول انت من الوقت هذاك والناس فهمت كونه راهو ما تنجمش تحط مواد صناعيه معناتها على بعضه على بعضه في الارض وتاكل الغله والثمار اللي جاي من الارض هذيك من غير ما يكون عندها تاثير، معناها فهمت مادام مواد صناعيه ماهيش موجوده كيما نقولوا اليتا ناتوريل دون لا ناتور راهي عندها تأثير، والتأثير هذا يا بيان سور مش كيما إنسان ما ياكل كان حاجات كلها دي بيستيسيد وياكل زادا حاجات اللي هي فيها ترانسفورماسيون اندوستريال وعنده ان تيران فافورابل
terrain personnel biochimique favorable pour développer telle ou telle maladie كيما انسان يعني مرة بعد قداش ياكل حاجات فيهم دي تراس دو بيستيسيد وما ياكلش الماكلة معناتها الاصطناعية برشا ياكل بلوتو حاجات معناتها طبيعية وليجين دو في جلوبال تقول انتي متاعو صحية هذاك بالطبيعة معرض اقل للمشاكل الصحية اللي تجي مع البيرتورباسيون اندوكرينيان يعني يحب يقول معناتها فو با ديابوليزي مش ولا هذا فيه بيستيسيد ما ناكلوش لا يعني البدن هو لوجيسيال ذكي برشا مخدوم ولا مخلوق باش يعرف كيفاش يتعامل مع كميات معقولة ولا كميات معناتها صغيرة من اللي بيستيسيد ولا من اي حاجة تضره فهمت يعرف كيفاش يتصرف اما كيف نكثرولها كيف نكثرولها البدن معناتها ما عادش ينجم يلقى الاكيليبر بتاعه تو زي الكل في التقديم حبيت معناها باش نعطي فكره على شنو معناها بيرماكولتور خاطر تنجم تكون انت اللي تسمع فيها ما عندكش فكره على بيرماكولتور دونك لازمك تفهمها قبل خاطر الكتاب نتاعنا شو اسمه بيرما ثيرابي ثيرابي معناتها المداوات طريقه جديد مش جديده طريقه معناتها في المداوات اللي هي بازي على ذكاء الطبيعه والا على الميثود هذوما دو بيرماكولتور به نعمل بوز باش نحل الكتاب ونقرا لكم ديز اكستريم الكتاب اللي هو قبل ما نوصل الكتاب عندي معناتها هي المقدمه اللي كنت باش نعملها مش هذه دونك باش نكمل المقدمه وفيت انا وبنتي طالعين لتونس معناتها لوتوروت سوسا تونس دونك هي تغزر كيف في الطبيعه معناتها على اليمين وعلى اليسار قالت لي والله ماما محلاه النوار ذا وكل يا اخي شكون يزرع فيه معناتها والنباتات هذوما محلاهم فما شكون لاهي بالموضوع قلت لها لا راهو فما زراعات معناتها نقولوا احنا حاجات بعليه تطلع واحد مش زراعات دير حاجات تطلع وحدها فما حاجات يزرعها الانسان وحاجات نقولوا احنا بعليه هذاك طالع وحده قلت له كيفاش يطلع وحده عاد قعدت تفسر لي علاش جبدنا موضوع البيرماكولتور بشوي بشوي وجا قدامي الكتاب هذا بديت نقرا فيه وقلت يا اخي نحكي لكم عليه دونك بين قوسين امنيتي نحكيه مع الشباب نفسروا لهم الأساتذة اللي تبعوا فيا ريت تنجم تدخل مواضيع كي من هك في القراية اللي تقري فيها كل يوم باش القراية تولي عندها معنى كي انت تقري سيونس وإلا تقري أي مادة انت تقري فيها كي تضيف ولا كي تعطيها معنى يخليها تصلح للحياة اليومية ويخليها تصلح للإنسان والشباب بصفة عامة يولي الشباب يحب القراية دوك الموضوع هذا متاع l'observation de la nature, les plantes, les fleurs, هذوما منين جاو كل قلت لها ما هو جوستومون في بالك عايش بنتي كونه نحل اي نحل هذاك اللي احنا معناه نبداو خايفين منه هاربين منه النحل هذاك ولي بولينيزاتور دو فاسون جينيرال خدمتهم الطبيعيه ربي سبحانه حط فيهم الذكاء الطبيعي يمشيو من نواره لنواره من نواره لنواره ياخذوا من عندها الرحيق نقولوا احنا باش نصنعوا العسل مي اون ميم طون كيف يتنقلوا هما ما بين النوارات خاطر هما النوارات من بعد ما باش تتسكر وتولي ثمار هكا ولا تو ما نعرفش انا كعبه نزاس انت تاكلها شنو كانت شو كانت ما كانت نوار كعبه لوز انت تاكلها شنو كانت ما كانت نوار ريت كي نحكيو مع الشباب ومع التلامذه بالطريقه هذيا نفسروا لهم نقولوا اوبسيرف شوف اخسر كعبه اللوز هذيك تعرف منين جات كانت نوار كعبة الكرموس اللي تاكل فيها البيثر اللي تاكل فيه تعرف منين جاي كان نوار اتسكر و انسويت إل معناتها إلى موغي بشوي بشوي ولا طايب نقولو احنا كيف يطيب يوصل لمرحلة يطيب تخرج ريحة فاوحة وساعات حتى يطيح في القاع تقول انت الشجرة راهي ذكية ياسر فهمت ولي فيجيتو بصفة عامة يمكن والله اعلم الذكاء اللي في الحياة النباتية يمكن أقوى من الذكاء الموجود في الحياة المتنقلة ولا الحيوانية معناها احنا والحيوانات فهمت خاطريت الشجرة شجرة ما تتنقلش لكن هي ذكية ياسر كي تخرج لك الفلوغ والثمار الفخوي متاحة في ريحة فاوحة وتطيحوا حتى في القاع يعني تعيط لك انت الحيوانات والبشر معناها كل ما هو يتنقل فهمت باش يمشي ياكل هاك كعبة لانزاس مثلا كيف تاكل انت لانزاس انت رابح الطبيعة راهي في كي ياسر وين وين استراتيجي غانيون غانيون
كي تاكل انت ياكل لانزاس مي البذره نتاعها باش تخرج ان سيغتان مومون، اما باش تنحيها من فمك ولا باش تمشي معناها في فهمت اي دونك باش ترجع للارض. وكل البذره هذيك كي تطيح في اي بلاصه اخرى تنجم تكون على بعد معناتها كيلومترات ولا اكثر، اي بان بشوي بشوي باش تطلع شجره جديده نتاع انزاس ولا نتاع كرموز ولا اللي هو فهمت، ولا لوز ولا اللي هو. لكن الموضوع هذا كيفاش يصير؟ يصير غراس او بولينيزاتور، ما تريد الطبيعة. فما اللوجيسيال هذا موجود محطوط، لوجيسيال كما نقولوا في الموديل دو باس موجود فهمت. هي مش تستنى فينا احنا البشر باش نعملوا حتى شيء، ديجا فما ان اكيليبر يتسمى دي زيكو سيستيم كي في بور بيربيتوي لا في. دونك قعدت نفسر لها، قلت لها شفت ذاك أهمية النحل وعلاش اليوم فما مشكلة كبيرة في العالم، خاطر النحل قاعد ينقرض في جرد كمية البيستيسيد وفي جرد زادة لي زوند الكترومانيتيك. اي نعم، يلقاو اللي النحل يتأثر ياسر ياسر باللي زوند معناتها نتاع لي تيليفون بورتابل ولي زونتين رولي هذوكا اللي يخليونا بطبيعة نستعمل البورتابلوات اللي هما والانترنت اللي هي تري زوتيل في حياتنا وعطاتنا تقدم كبير، لكن يلزمنا نعرفوا شنية المظهر نتاع الشيء ده باش نعرفوا نستعملوه بطريقة أذكى. تقول انت فهمت باش ما يقتلش النحل، خاطر النحل لي بولينيزاتور بصفة عامة فمش كان النحل، خاطر يقول لك معناتها إذا ما عادش فما نحل ما عادش فما حياة راه فهمتوا. دوك أنا حاسة الأثنية كاملة وأنا نحكي لبنتي كيفاش ما عادش فما، اذا ما فماش نحل فماش حياه. وهذاك علاش يلزمنا معناتها يلزم الانسان يلزم يكون مسؤول على كل حاجه يعملها، كل طريقه نتاع فلاحه، كل طريقه نتاع كونسوماسيون. خاطر انت اي حاجه تشريها انت تشجع المنتوج هذاك على مستوى العالم نحكي لك فهمت. دونك انت كي تشري حاجات اللي هي بيولوجيك مثلا فهمت، تشري من عند فلاح معين انت تعرفه الغله نتاعو ولا الفلفل ولا الطماطم ولا اللي هو معناتها يزرع فيها بطريقه بيولوجيه، انت قاعد تشجع فيك البرودوي والا كل الاكتيفيتي ايكونوميك هذيك فهمتها. باغ كونطخ كي تشري حاجه اخرى قاعد تشجع في الاكتيفيتي ايكونوميك هذيك، معناتها راهو في الاخر بالحق ما يمشيش في بالك الشركات الكبار وكل هما اللي عندهم البوفوار، لي راه سي لو كونسوماتور ولا لو جروب دو كونسوماتور. خاطر انت كي تحط فلوسك في حاجه انت وكوميونيتي كبيره فهمت، قاعد انديريكتومون تشجع في الحاجه هذيك حاسين. دونك كل منا لنا منا لنا فهمت. قعدت نفسر القتله شفت كيفاش معناتها هذا هو زيد بارمي لي برينسيپ دو لا بيرماكولتور، كونو توريت النوار والنباتات والاشجار هذوما الكل كيفاش طالعين مختلفين مع بعضهم. سي لا ديفيرونس انتر ان فوري اون فوري اي ان جاردان فهمت. اون فوري سي ناتوريل يعني تلقى برشا انواع نتاع نباتات واشجار عايشين مع بعضهم، ما فهمش كل الانترفونسيون دو لا مان دو لوم اللي هو يحب يعمل صفه كامله نوار كيف كيف ومن بعد صفه كامله حاجه اخرى كيف كيف. ان فيت الطبيعه تحب الاختلاف، كيف يعيشوا برشا نباتات مع بعضهم وحدهم ينجموا يدافعوا على رواحهم ضد الحشرات. اي وي اي جوستومون parmi les principes de la permaculture يعرفوا شنو يزرعوا. ما نعرفش انا بالضبط كيما قلت لكم راني معناتها مانيش متعمقه في الموضوع، ان شاء الله من نهار اخر بديت خلي عندي ارض ونولي نحكي لكم هكايا دي فيديو نوريكم كيفاش ابارامون لازم تزرع معناتها الفلفل مع البصل مع الطماطم معناتها حاجات مع بعضها باش يصير ان ميور اكيليبر اون ميور اوتيليزاسيون دي ريسورس دو لا تير دابور انسويت ان ميور اكيليبر اللي يخلي بطبيعتهم الحشرات يبعدوا ما يجيوش لك البلاصه هذيك حسيت. دونك قلت لها سبحان الله شفت عايش بنتي كيفاش حتى معناتها ربي سبحانه تقول انت كاينه فما ميساج في الشيء هذا يقول لنا راهو الاختلاف هو سر الحياه فهمت. شفت في الطبيعه كيف يبداو برشا دي بلانت مع بعضهم ينجموا يقاوموا الحشرات وينجموا معناتها فما ديورابيليتي فك البلانتاسيون هذيك خاطر فما اختلاف. الوغ احنا البشر نحبوا كل شيء قالب صبة واحدة فهمت، يعني احنا غالطين لازمنا نتواضعوا شوية ونتعلموا من الطبيعة. تو نقرا لكم بعد شوية دي زيكستريم الكتاب هذايا يقول لك لا ناتور
c'est un grand professeur فهمت لازمك تتعلم منه حسيلو دونك هذا الكل في التقديم راه مازلت ما حكيت لكمش على الكتاب مثال شو بس عملكم معايا وهذه هي الفكرة الهامة نحكيه مع أولادنا يلزم نحكيه مع تلامذتنا خاطر ريت كي تقريهم سيونس دو مانيير سيش انتر غيومي من غير ما تعمل علاقة باللي صاير في الطبيعة ومن غير ما تعمل علاقة بالامباكت على حياة الإنسان ما فماش فايدة ما فماش منفعة القراية هذيك باش تقعد تيوريك تدخل من هنا تخرج من هنا ياخذ باب ونوت يمشي على روحه باغ كونتخ القراية إذا تعطيها معنى تولي عندها امباكت على شخصيته على تصرفاته في الحياة على لي شوا دو في كي فا فيغ بلو تار دونك تولي القراية هذيك بالحق ال ترانسفورم سا بيرسوناليتي تخليه كان يرى الأمور بطريقة معينة ولا يراها بطريقة أخرى نعش كنت في التابلو هذاك اللي وراي زاد رسمته أنا وولادي دي طريقة هي في الرسم معناتها يقول لك تعمل دي فورم هكا دو فاسون نون اورغانيزي فهمت دو فاسون سبونتاني ومن بعد تبدا تلون زاد دو فاسون سبونتاني حسيلو هي داخلة شوية في تو سكي كرومو تيرابي و اخ تيرابي وماك تعرف معناتها التصوير والرسم راه في برشا منافع البسيكولوجي نتاع الصغير بصفة عامة حسيلو دونك حتى في الرسوم تلاحظ كيفاش الاختلاف ويبداو برشا الوان مع بعضهم يعطيونا تناغم يعطيونا تقول انت ا بارتير دو كاو اون فا فيغ لارموني اي لورغانيزاسيون اي لا كومبلكسيتي كي اورغانيزي اي سي سكو نو ابران لا ناتور جوستومون دونك هذه هي النقطة نعمل بوز ونحل الكتاب باش نقرا لكم ديزكستري كم دونك ندخلوا في الكتاب مباشرة يا سيدي اسمه الكتاب اسمه لا بيرما ثيرابي واتونسيون راه قال لك معناتها سي اون ميثود فيها بروفي وكل شيء مش اي واحد يجي يعمل بيرما ثيرابيزم يكون عامل فورماسيون في الشيء هذايا الكاتب اسمه لويك بليسون سو تيتر سو سواني ناتوريلمون افيك لي برينسيپ دو لا بيرماكولتور باهي نمشيو بشوي بشوي نشوفو السومير شنو فيه تو انا نعطيكم فكرة على المحتوى متاع الكتاب يعني مش بشرط هي لازم فما ناس تقولك ولا ما لقيتوش الكتاب هذايا وغالي ما لقيتوش il suffit انت تدخل الانترنت تكتب بيرما ثيرابي تلقى برشا معلومات ولا تكتب اسم الكاتب تلقى دي فيديو تلقى معلومات ما نعقدوهاش خاطر برشا عباد تقول لك ولا ما عنديش فلوس انا مش نشري كتب وانت منين تجيب فيهم الكتب هذوما انا موجودين الكتب فهمت والناس الكل تنجم تشري مي فوالا يا دي بريوريتي فما اللي ما يقلقهاش معناتها تحط نعرفش انا 70000 في نيمبورت كوا في مريول ولا حاجه هضره من فادره فارغه ومستحيل تشري كتاب حتى يبدا بدينار وفما اللي يشري كتاب 70000 وما يشريش معناتها حاجه اخرى حسيلو سي تو كيستيون دو بريوريتي دونك من الاول عندنا اون بوتيت بريفاس دو لويك اوسي سي ان اوتر لويك تيرنيسيان ناتوروبات باش نقرا لكم منها دي زيكستري ومن بعد في البارتي الاولى يفسر لك كيفاش معناتها لا ميديسين شو التيتر محلاه لا ميديسين قال لك سي ان ميروار دو لا سوسيتي ويفسر كيفاش طريقة التشافي اللي عنا اليوم يعني لا ميديسين مودرن كو نو افون اجوردي اللي هي بازي قال لك سور لو ديكوباج فهمت ديكوباج دو كور اون بليزيور سوز انسامبل دونك انت مثلا واحد قلبه يوجع يمشي طبيب القلب واحد نعرفش انا صدر وجع يمشي طبيب لو ريل وزدر فهمت قال لك احنا الميديسين نتاعنا اللي بازي سور سو ديكوباج اللي هو قال لك لي راه غلط شي هذا فهمت خاطر بيان سور هام ياسر كونه طبيب يكون مختص وفاهم القلب كيفاش يخدم كل شيء لكن لازمك تفهم وهي مش حاجه صعيبه معناها باش الانسان يفهمها كونه القلب مش يخدم وحده هو يخدم في اطار سيستم كامل فهمت كيما الطبيعه بالضبط ريت لي مونوكولتور كونو نحبو نزرعو برشا قمح وحده ولا برشا شعير وحده و بيستيسيد و اونغري و بيستيسيد الارض تتعب داير فما معلومه ما قلتهاش بكري ما نعرفش قداش البورسنتاج بالضبط خاطر لي شيفر نو سون با لي ميم بارتو مي ابارامون معناتها إليا ان تري غران بورسنتاج من الاراضي يسميهم لي سول مور معناتها الارض اللطف ما عادش تجاوب ماتت بمعنى اذا ما تحطش لونغري شيميك الحاجه ما تطلعش
تقول انت ايه نورمال، ليه مش عادي؟ يعني حاجه مش عاديه هذه، فهمت؟ نورمال ما نورمال ما نورمال ما تاكل برج دلاع في الصيف، البذره هذيك تمشي في الارض نورمال ما، وحده تنبت وتطلع دلاع نورمال ما، فهمت؟ يعني الذكاء نتاع الطبيعه الى بريفيو لي شوز كوم سا. مادام وصلنا لمرحله كونه اولا البذور ولات ما كنت تعرفوا او جي معناتها اورجانيزم جينيتيك ما موديفي، ما عادش تطلع وحدها. يعني الفلاح اللي زرع السنه بالبذور هذوك يعاود يشري يلزمو بذور اخرى، هذا موضوع تو موجود يصير في الانترنت والناس الكل تعرفه، وفما برشا فلاحه معناتها في انحاء العالم قاعدين يحاولوا معناتها يثمنوا البذور الطبيعيه نتاع بلادهم. علاش؟ خاطر البذور نتاعك هذيك ثروه نتاعك، فهمت؟ تي با اوبليجي باش كل عام تعاود تشري بذور اخرى، وبالطبيعه السوق معناتها السوم في السوق العالمي يطلع، احنا ما نجموش نتحكموا فيه اتسيتيرا. دونك يقولوا لي سول سون مور، فهمت؟ فما داير موفمون ما بين برشا دي اسوسياسيون شو اسمه سيف سويل، فوالا سيف سويل في العالم اجمع معناتها يسو دي بلاس في العالم اجمع. الراجل اسمه ساد غورو، هنداوي هو، فهمت؟ قال لك في الهند ده فما برشا مشاكل هكا، وفما اللطف حتى معناتها برشا سويسيد عند الفلاحه، قال لك خاطر معناتها الارض ما عادش تجاوب، دونك مشاكل كبيره. حسيلو ما نحبش نطول اكثر في الموضوع، اما يعني حبيت النقطه هذه تفهموها وتكملوا تبحثوا فيه الموضوع، خاطر ريت تول نحكي لكم عليه الكل. هي اشارات، انت تنجم بعد تدخل اليوتيوب، فما باش تمشي للانستغرام وتتفرج على الحوايج والناس اللي تصور في رواحها هاي قهوه هاي شرب درجه فهمت؟ تفرج على حاجه تفيدك، فهمت؟ لوج على دوكيومونتير يحكي مثلا على البذور هذه الطبيعي اللي ما فيهاش جينيتيك ما موديفي، حاجه على الزراعات هذه البيرماكولتور، حاجه تفيدك، فهمت؟ حسيلو دونك قال لك لا ميديسين كوم ميغوار دو لا سوسيتي، فهمت؟ قال لك احنا في مجتمعاتنا ولينا نقسم الجسد، مرض القلب وحده، مرض الجرجم وحده، مرض الراس وحده. اوغ لي، قال لك الانسان هو ايكو سيستيم كامل، فهمت؟ كل شيء متناغم مع بعضه، كيما بالضبط خذينا الارض ونتعاملوا معاها هكاك اون فو ديكوبي، فهمت؟ لهنا يلزمني نعمل قمح هكا هاو بوغ اوغمونتي لا رونتابيليتي، لهنا يلزمني نعمل بطاطا هكا هاو بوغ اوغمونتي لا رونتابيليتي، اي تو اوغمونت لا رونتابيليتي اكور تيرم. ومن بعد لي سول سون مور، فهمت؟ Si le sol est mort, si tu as tout le temps besoin de pesticides, charmant, j'aime bien. Facile. Ben, بعد يفسر كيفاش الفرق معناتها ما بين لي ميديسين هذوما كي ديكوب لتر هومان اون سبيسياليتي ديفيرونت، بيان سور بور دي ريزون فينانسيير ايفيدونت، معناتها كيما تعرفوا معناتها لاندستري فارماسيوتيك بيان سور يساعدها كون تبيع باكثر دواء، دونك يساعدها كون الانسان يقعد كليون اونتر غيومي، فهمت؟ مش ودير هو بعد في الكتاب يفسر لك كيفاش انت تو ايدنتيفي تا مالادي، ويقول لك تا مالادي سي كلكو شوز كي بروبر ا توا، ولازمك تلقى طون ديزاين بيرسونيل. يسرع عجبتني الفاز هذيا، اظن محلاها الجمله تروفي سا ميلودي بيرسونيل، محلاها ميلودي، تروفي سا ميلودي بيرسونيل، فهمت؟ انت بدنا كيفاش يتصرف. تو زوز من الناس مثلا زوز عندهم جرجم متوجع، مش كيف كيف، مش بشرط هي جرجمي انا توجع فيه يلزمني ناخذ نفس الدواء اللي تاخذ فيه انت. يعني انت كيف جرجمك توجع يلزمك تفهم الاسباب الخاصه بك انت، حسب الماكله اللي تاكل فيها، المحيط اللي انت عايش فيه، التصرفات اللي انت تتصرف فيها مع العباد، خاطر تو اونتر اون كونسيديراسيون، فهمت؟ مش هكا انت قاعده كي فما المرضى كي جاي من عند ربي، اللي مشيش وي من عند ربي، اما يعني مش احنا كي قاعدين والمرض هابط علينا، لا المرض هو يعني البدن يتكلم، سي لو كور كي بارل، فهمت؟ كي بارل خاطر كنتي ما عرفش كيفاش تصرف، بالضبط كيما انت تسوق في كهرباء وتبدا تخض تقف انت تعب تشوف شبيها الكهرباء، فهمت؟ تهز الميكانيسيان يقول لك هاو عندك كذا عندك كذا عندك كذا، البدن كيف كيف مادام فما وجع في الجراجم ولا وجع، لازمك تفهم الكهرباء شنو هي المشكله اللي فيها. حسيلو دونك حبيت نقرا لكم شويه، نهي البارتي دونك طويل هو الكتاب 240 باج، نقرا شويه هكا ما نفوتش معناتها درجين ربع ساعه ما بين، يعني انتو سورتو انا في الصيف ما نقريش، دونك
نعمل حاجة في الدار، ننظف حاجة، نمشي نطيب، ومن بعد كي نقعد نحل الانستغرام، حتى فيسبوك نحلو دو طون زون طون، وقت اللي باش نهبط فيديو هاو، معناتها مش ما نقعدش نتفرج عايش فما فما فما، نحاول وقتي نستعمله بطريقة ذكية، حاجة تنفعني في الدار. حسيب اي هنقرا لكم شوية وبعد نسكر الفيديو باش ما نطولش. باهي في البريفاس نقرا لكم شويه دونك كيفاش لا بريفاس دو لويك تيرنيسيان كي ناتوروبات يحكي دونك على البيرما ثيرابي. دقيقه نعمل بوز. يقول دونك دون لا براتيك لويك بليسون الكاتب هذا اللي هو كيما قلت لكم فورمي معناتها لا بيرما ثيرابي، وهو معناتها يخدم في دون لي سوان دو لا سانتي و سي سبيسياليزي في البيرما ثيرابي. لويك بليسون نوز اكسبليك كو لا بيرما ثيرابي اوفر دي ابليكاسيون ديفيرس الون دو لوتو سوان، سوان تعمل روحك، تعمل مساج روحك مثلا، غيدي بار لا كونسيونس ايكولوجيك اي دي بروغرام دو بيان اتر كوميونيتير. ريت فكرة لوتو سوان هما ياسر، انا معناتها حتى ولادي ملي هما صغار معلمتهم الفكرة هذه. Contrairement à l'idée de la consommation. À partir de paracétamol. Surtout période de révision. Paracétamol. Attention, تصلح لكن اون كا ديكستريم بوزوان، فهمت؟ خاطر هي فيها مضره، فيها افي سكوندير، فهمت؟ وتنجم انت الوجيعه اللي عندك تقف تحاول تفهم منين جايه. ساعات راهي الوجيعه وجيعه الراس، وجيعه المصارن، الدوخه، القلق، سوفون جاي دو بروبليم ديجستيف، حاجات انت تاكل فيهم الصباح ولا تشرب فيهم الصباح ومش مساعدينك. برشا عبيد مثلا فاقت اللي هي معناتها كي نحات الحليب الصباح باغ اكزومبل تفردت على الاخر، تقول لك انا والله ما كنتش في بالي اللي انا عندي انتوليرانس لي دو فاش. كيف نحات مثلا توسكي اي غلوتين كروسون وكل شيء، فهمت؟ ما كانتش فاهمه اللي هي اصلا الحاجات اللي تاكلها الصباح هي السبب في وجع معينه تجاهها، فهمت؟ دونك ريت لوتو سوان اي سا كومونس دابور باغ لانتروسبكسيون، نفهم علاش عندي الوجع هذيك. اونسويت لو تو سوان، انا ديما عندي دي زويل ليسونسييل في القجر، عندي الانواع الكل، واقل وجيعه في العائله الناس الكل، فهمت؟ يجيوني عندي وجيعه كذا، نعرف انا شنو نبدل. تعمل مساج، ريت حتى ولادي ما تسوى ماما تجي تعمل لي مساج، اي وجيعه داويوها بالمساج اول حاجه، مساج افيك دي زويل ليسونسييل ادابتي، فهمت؟ سي ليدي دو لو تو سوان. L'auto soin, devenir indépendant, devenir autonome. Je prépare mon soin moi-même. Hein? Comme on a dit, comme donc, sinon je ne peux pas. Comme on a dit, comme plutôt. Il coule donc, la permaculture, elle invite à repenser notre approche de la santé en considérant les aspects physiques, mentaux, sociaux et environnementaux de notre bien-être. لازمك تو كونسيدير بور طون بيان اتر باش تنقص الوجيعة والمشاكل الصحية اللي عندك، لازمك تو كونسيدير لي زاسبي فيزيك مونتو اي مونتو سوسيو اي انفيرونمونتو بور طون بيان اتر، فهمت؟ دونك في الكتاب هذا فما 3 ايتيك اي 22 برانسيب، فهمت؟ بور كومبروندر كو تو سو سواني، هذه جملة معناها قوية ياسر، تو سو سواني كل شيء يداو، اي نعم قالك تو سو سواني. Et chaque problème porte la solution. Je m'en ai, il porte la solution. Les mecs, tu arrives, t'as craint. Le problème de santé, il y a un truc, que j'ai à vivre avec les mines, entre l'internet. How? Et tu arrives, nous fiches avec les mines. Même quand on t'arrive, tu arrives le kebab, il jette pas d'abord. Tu arrives le kebab, il jette pas. Parce que les mecs, tu arrives, tu vois. Ou même quand tu as quelque chose, tu as quelque chose dans les sciences naturelles, bah, c'est ton complètement. C'est très important, mais tu arrives, tu fais pas de nek. البلاصه اللي توجع وين موجوده بالضبط وشنو هو موجود خاطي. حسيت زين نقرا لكم شويه في البريفاس الثانيه تاع بنجامان بروستي اللي هو زاد بيرما كولتور، يحكي على روحه دونك كيفاش لافونتور بدات مع البيرما كولتور، كيفاش اكتشف الشيء هذايا
وقال معناتها quand on s'intéresse à la nature نفهمو اللي notre propre intelligence trouve ses limites oui. devant tant de complexité et de perfection. يقول واحد اخر تبع فيه اسمه ادريس بركان يقول لا ناتور سي دي مليون داني دو ار دي ار دي هي ريشيرش ديفلوبمون فهمت قلت مثلا شركه تطلع برودوي تقول لك اي والله هذه سي لو فروي دو 5 اني دو ار دي ريشيرش ديفلوبمون فهمت صرفنا ملايين في الار دي هذيك قال لك الحاجه اللي في الطبيعه نعرفش انا وي ليسونسييل دو مونت مثلا صنعتها شكون صنعتها الطبيعه فهمت قال لك سي لو فروي دو مليون داني دو ار دي ريشيرش ديفلوبمون معناتها تقول انت هاك الديناميك نتاع الطبيعه سور دي مليون داني في الاخر خرجت لك الذكاء الكبير ياسر ريت كي تاخذ اون سول هوي ليسونسييل وتركز في لي برانسيب اكتيف نتاعها معناتها شيء كبير قداش هم لي زوي ليسونسييل باغ اكزومبل اي سون بوليفالونت وقداش يداويو برشا حاجات و او ميم طون يقويو جهاز المناعه نتاعك قال لك notre propre intelligence trouve ses limites devant tant de complexité et de perfection. Ce professeur, la nature donc, œuvre à la construction de systèmes biologiques abondants et prospères depuis des milliards, mich millions, hein, Harald, mich millions d'années, milliards d'années. Donc, Khalek Ahnan, ce serait bien arrogant de notre part de penser que nous sommes à les seuls intelligents, les seuls ingénieux, femmes. Ou d'ailleurs, les modernes, on appelle les peuples, donc les anciens peuples qui vivaient en harmonie avec la nature, et tout, on s'appelle les sauvages, ou les peuples primitifs. Nous, qui sommes en train de détruire la nature, ou de s'élever à chaque fois, on a détruit la nature, on s'appelle les modernes, ou de s'élever à chaque fois, ou de s'élever à chaque fois, بالانفيرونمون نتاعها فهمت احنا نسميهم هذوك متخلفين شوف معناتها قال لك العوج اللي وصلنا له دونك قال لك يحكي كيفاش هو الى ديكوفير لا بيرماكولتور اي تو سا لان دي بيليي دو لا بيرماثيرابي سي جوستمون سيت نوسيون دانتيرديبوندونس سيت نوسيون دانتيرديبوندونس فهمت كي سوليني لا كونيكسيون انتر نوتر سانتي انديفيدويل اي لا سانتي دو نوتر انفيرونمون هي ما ياسر الحكايه دي خاطر احنا مش في بالنا عايشين وحدنا وكي تمرض بحاجه معينه تاخذ لها الدواء نتاعها وفي الموضوع لا كل شيء مربوط ببعضه سي لو برينسيپ دو لا بيرما ثيرابي اللي هي بازيك كما قلت لكم سور لا بيرما كولتور دونك لا بيرما ثيرابي nous invite à reconsidérer notre rôle au sein de l'écosystème global فهمت مي لازمنا جوست هكا نتصرفوا كاينه دي دومينون دي اكسبلواتون لا لازمنا نفهموا اللي احنا نو سوم بارتي انتغرانت دان تو كي انتر كونيكتي حاسين ونختم دونك بالفكره هذه اللي هي هاد ما ياسر نتاع ديزاين بيرسونيل كيما قلت لكم بكري اهم حاجه قال لك كون كل انسان يلقى الديزاين بيرسونيل نتاعو يفهم سا بروبر مالادي اي سا بروبر ميلودي شفت محلاها ميلودي التناغم تقول انت ولا الغنايه الخاصه بيه اللي التناغم والغنايه اللي كتنجم تفسد على خاطر ماكله معينه ولا خدمه معينه انت تخدم فيها ولا ناس معينين انت تحكي معاهم ولا ما لقيتش معاهم حل ولا يتصرفوا بطريقه معينه نقولوا احنا تسمم لك بدنك فهمت سي فري الطبيب مش باش يقول لك شكون في الخدمه يسمم لك في بدنك الطبيب باش يكتب لك ورقه فيها اسم دواء اما انت تعرف مليح اللي انت ما تكتوشك وقت اللي تقعد مثلا مع العبد هذاك ولا وقت اللي يعرفك في الخدمه يقول لك كذا كذا فهمت دونك كل حد لازمو يلقى الديزاين بيرسونيل نتاعو باش يولي طبيب روحو يولي اوتونوم يولي انديبوندون وهذيك اهم حاجه تنجم تربحها في الحياه قد ما تقعد مع روحك باش تفهم و او ميم طون تي اوبسيرف لا ناتور صدقني معناها فريمون كان تخرج من الشين يوتيوب نتاعي بحاجه برك اللي هي تولي تتفرج في دي دوكيومونتير سور لا ناتور تفرج مثلا انا المره الاخرى نتفرج امتداد هذا الكتاب في النباتات فما دي فلور ريت الورد ريت محلاه الورد فما نوع معين من الورد اللي هو من البر يظهر كيما الورده هذيك اللي نعرفوها فهمتها لكنها كارنيفور اي نعم عندها كيما السنين لداخل اي نعم واش تعمل تبدا كيما نقولوا كيف تفيق بفريسه متعديه بحذاها
كارنيفور هي راه تاكل الحيوان اللي تاكل لي زانسيكت، فهمت؟ كي تفيق بفريسه متعديه تقرب له وتقرب لك الورده، معناتها تقرب لك بالضبط كيما برشا عبيد يقرب لك، يبدا يمد لك كيف الورد ولا في الريحه الفاوحه ولا، فهمت؟ كي انت تقرب سوفيزامون، كي انت تقرب سوفيزامون شنو ياكلك؟ مش ياكلك بمعنى الورده هذه اللي تاكل الحشرات، خلينا نقول ياكلك طاقتك، يمصلك دمك، تولي كوم باغازار في الخدمه هذيك ولا في العلاقه هذيك تخرج تاعب ولا تاعبه، ما عادش تنجم تركز، كنت ناويه تعمل كذا ما عادش تنجم، تدخل في مشكله فاسيلمون، تحس اللي مخك ولا ما عادش يخدم، لي زونت سيريبرال نتاع مخك يدخلوا بعضهم. اذا انت ما تقعدش مع روحك وتحاول تفهم الوجيعه اللي عندك في راسك، في معدتك، في ساقيك، في ظهرك، وجعت الظهر راهي عندها برشا دي سينيفيكاسيون، فهمت؟ وجعت الظهر معروفه من اكثر الوجيعة اللي تقول لي ما فيهاش دواء، ما فيهاش حل، قداش العبد يقعد ياخذ في لونتي دولور ولونتي انفلاماتوار، سيستيم ميونيتير نتاعو يطيح معناتها كومبليتوم، فهمت؟ دونك لازمك تفهم علاش ظهري يوجع، شنية الحاجات اللي انا هزت على ظهري، فهمت؟ حاسيلو كان تفهم علاش ظهرك يوجع ولا قرجمك توجع وتلقى الحل الجذري، حياتك الكل تتبدل. فوالا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، والطبيعه كما قال الكتاب سي لو بلو غران بروفيسور، وما تقولش اخت فهم برشا الناس تقول لك ولاو يالهوا في الطبيعه، قول له شوف النص القراني الكل يحكي على الطبيعه، احنا ما قلناش الاله هو الطبيعه بانو، لكن الطبيعه ممكن هو اكثر خلق الهي يخلينا نفهموا الحياه. انا نحسها كانه الانسان هبط في، تقول انت سال دو تي بي كبيره ولا حاجه، ولا محطوط قدام كتاب كبير، ممكن ذاك المقصود من كلمه الكتاب، فهمت؟ اللي هما المعلومات ولي ديناميك والانتيليجونس ولي استراتيجي، هذوما الكل اللي موجودين في الطبيعه، غير انت ثبت حل كعبه الرمان وخزر لها كيفاش معموله، شوف العلم شنو يقول، شنو موجود بالضبط في الرمان، شنو موجود بالضبط في الدقله، شوف النخله كيف اوبسيرف، ثبت اتامل انت، فهمت؟ اتامل تو تفهم بلان دو استراتيجي اي بلان دافورماسيون اللي هي تفيدك في حياتك الخاصه. فلا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، والى اللقاء في فيديو اخرى.